وعشان كده معانا الكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالنادي الاهلي على الهاتف. السلام عليكم يا كابتن. عليكم السلام يعني يا استاذ ايهاب. حضرتك وحشنا جدا ومبروك ربنا لحضرتك يخليك ولكل يا رب. جماهير النادي الاهلي، وطبعا مجهود كبير جدا من تتابع ادارات ووجودكم ووجود مجلس اداره بروح الفانله الحمراء. يعني الحمد لله رب العالمين، يعني احنا تولينا المسؤوليه حوالي 3 شهور دلوقتي. بأكد يعني احنا حلقات متصله، مظبوط، ادارات النادي كلنا بنعمل لخدمه النادي. النادي متعود دايما وهدفنا الرئيسي هو احراز المراكز الاولى في جميع البطولات اللي احنا بنلعبها، سواء هي محليه او عربيه او افريقيه. والحمد لله يعني طموحنا كمان اكتر من كده، ان بقيه البطولات اللي باقيه لغايه نهايه الموسم بنطمع ان احنا نفوز بيها ايضا. فعلشان كده يعني احنا بناكد في الايام دي بالذات عدم الافراط في الفرح او الاحتفالات. يعني على سبيل المثال فريق الكره الطايره اللي لسه انهى البطوله الافريقيه من حوالي يومين عنده بكره سيمي فاينال كاس مصر مع فريق نادي الزمالك في مظبوط، الاستاد الساعه 8. ف يعني الهاندبول زي ما فرق الاهلي متعوده يا كابتن، بعد البطوله بتطوي الصفحه وبتفكر في ايه اللي جاي بكره. خلاص البطوله دي اتحققت، دخلت دولاب البطولات اللي بعده. بالظبط يعني هو ده اللي احنا بنركز عليه. ولكن طبعا لا نبخس حق الفرق كلها اللي فازت طبعا الحمد لله. يعني لما نيجي نبص مثلا فريق الباسكت لما يبقى عنده دوري مرتبط وكاس مصر وبطوله الدوري، لغايه دلوقتي فاز ببطوله المرتبط وفاز ببطوله الكاس وما زال يلعب في بطوله الدوري. ولكن اللي انا بقوله يعني تملي يعني بقول ان احنا بنطمع في احراز جميع البطولات. طبعا يعني مش كفايه ابدا ان هو دلوقتي محقق الهدف بتاعه حوالي 70% او 75% من حجم البطولات. نبص للطايره مثلا سيدات، الاربع بطولات اللي شارك فيها عربي وافريقي ودوري وكاس الحمد لله احرزهم يعني نسبه العلامه الكامله. بالنسبه للفولي برضه بطوله افريقيا وبطوله الدوري بعد غياب 3 سنوات قبل كده، عوده تاني الحمد لله النادي الاهلي. فريق اليد سيدات ايضا، فريق الباسكت بنات احرز جميع البطولات اللي شارك فيها المرتبط والكاس والدوري. اذا الحمد لله الفرق الاولى بالنسبه للالعاب الجماعيه كلها يعتبر بنسبه البطولات اللي لعبتها لغايه دلوقتي. عايزين نمسك يعني الخشب يا كابتن رؤوف، بسم الله ما شاء الحمد الله، لله يعني ارقام الحمد لله بطولات اعجازيه في فتره معينه في 4 شهور، واداء محترم وفرق بتكمل، يعني بتاخد بتحصل بطوله بالكامل. فبقى كمان الحاجه اللي ملفته جدا ان النادي الاهلي في الفتره اللي فاتت النشاط الاداري الرياضي مع مجلس الاداره نشاط غير عادي في انجاح البطولات القاريه واستضافتها وتنظيمها ودخول الجماهير، يعني كلها مكاسب عديده ومكاسب مميزه جدا. هو انا عايز اقول لحضرتك كمان يعني مش عايزين ننسى دور الالعاب الفرديه. طبعا يعني في اكتساح كامل بالنسبه لتنس الطاوله والسباحه والعاب القوى والكاراتيه وجميع الالعاب الفرديه برضو بنفس يعني عايز اقول لحضرتك كل البطولات الحمد لله في جميع المراحل السنيه فرق النادي الاهلي بتفوز بيها. اما من ناحيه يعني النشاط الاداري اللي حضرتك بتتكلم عنه، يكفي ان اقول لحضرتك ان يعني اول حاجه اتقالت لي لما اتكلفت باداره النشاط الرياضي ان احنا ماشيين على طراطيف صوابعنا، يعني ان احنا بنجري من سابق الزمن لاحراز البطولات وتصحيح المسار في اي حاجه داخل اداره النشاط الرياضي. فمن المنطلق ده صدرنا الكلام ده لكل الفرق الرياضيه. يكفي ان انا اقول لحضرتك يعني احنا كلنا يعني الكل عارف احنا تقريبا بنروح نادي 9 الصبح بنمشي من النادي الساعه 12 بالليل يوميا. طبعا لك ان تتخيل، ومفيش حد يعني بيطلب مننا كده ولا اي حاجه. احنا يعني اتعودنا داخل النادي الاهلي ان احنا نخدم الكيان، الكيان ده ليه الفضل علينا كلنا من اولنا لاخرنا. فبالتالي يعني بنخدمه بعينينا وكل فرحتنا ان احنا لما نشوف الفرحه في عيون الجماهير النادي الاهلي هي دي بتعوضنا عن اي حاجه احنا بنعملها.
طبعا الفرحه وبطولات الاهلي مش كوره وبس، في كل الالعاب، وحضرتك قلت في اكتساح في العاب فرديه، والملفت للنظر ايضا ان سيدات النادي الاهلي على قدر موقف رجال النادي الاهلي في البطولات. اكيد طبعا، يعني احنا بنهتم سواء فرق رجال او فرق سيدات، اللائحه بتاعتنا ما بتفرقش ما بين البنت والولد، كل الحقوق المكتسبه بالنسبه للاعبين هي موجوده للاعبات، الاهتمام بالمراحل السنيه الصغيره، كل حاجه، الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصه، يعني جميع الفئات وجميع الاجناس وكل حاجه في اهتمام كامل، زي برنامج الاسره اللي اعلن من مجلس اداره النادي الاهلي. مزبوط. الاهتمام بجميع الفئات، حتى الرياضه للجميع او كبار السن، يعني جميع الفئات اللي موجوده داخل النادي الاهلي بيتم الاهتمام بيها في ظل توجيهات مجلس الاداره، ونطلب من ربنا التوفيق باذن الله. كابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي، بشكرك، ودايما الانجازات والبطولات مستمره في النادي الاهلي.